يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الكتابة على القبر لمعرفته أو وضع علامة؟ حرام الكتابة على القبر، لا يجوز، لا رقم ولا حرف ولا شيء، لا تجوز الكتابة على القبور، ولا تجصيصها ولا إسراجها ولا رفعها أزود من الشبر، كل هذه أمور محرمة لأنها تجر إلى الغلو وإلى الشرك بالله. نعم.